على تشريف شخصي المتواضع بهذه الثقة
الجزائر وما أدراك من الجزائر. هذه القطعة الغالية من أرض الجزائر إلى القاهرة المعطرة بدماء الشهداء الأبرار. أرض البهجة بكل ما تختزله من رونق وألق وبهاء، وموطن المحروسة من كل شر. البيضاء الفائقة كقلوب أهلها الطيبين، عروس البحر الأبيض المتوسط والقلب النابض لشمال إفريقيا. وبقدر ما هو شرف عظيم أن أحظى بهذا التكليف، بقدر ما أنا مدرك بالمقابل عبء وضخامة وجسامة المسؤوليات الملقاة على عاتقي، وحجم التحديات والرهانات التي تنتظرني وتنتظرنا جميعا وعلى كل المستويات. سيداتي سادتي أيها الحضور الأكاديمي، إن المشاريع الكبرى المندرجة في إطار المخطط الاستراتيجي لتطوير العاصمة تدريجيا وعبر وحدات زمنية مدروسة الممتد إلى آفاق 2035 الذي تم الانطلاق فيه منذ سنة 2009، من شأنه أن يرتقي بالعاصمة ويدرجها في إطار العولمة. ولقد شرع بالفعل في تجسيد أهداف هذا المخطط، لا سيما في مجال تحسين التنقل، هيكلة النسيج الحضري، إعادة تأهيل وتنشيط المركز التاريخي للعاصمة، وكذا إعادة التوازنات الإيكولوجية والمحافظة على الأراضي الفلاحية. ولقد كان لزميلي السيد عبد القادر زوخ بدون أدنى شك بصمته الواضحة في تسييد العديد من محاور هذا المخطط الطموح، حيث حققت العاصمة خلال فترة إدارته لشؤون الولاية إنجازات على درجة كبيرة من الأهمية. إذ بدأت مدينة الجزائر العاصمة تسترجع رونقها وبهاءها بفضل عشرات المشاريع المنجزة والجاري إنجازها بذوق راقي وحس جمال رفيع. بل وقد أصبحت بعض هذه المشاريع خلال الفترة الماضية بمثابة تيجان وجواهر حساب ترصع جبين الجزائر العاصمة الوضاء. إن المكتسبات الثمينة والثورة الجمالية التي تعرفها العاصمة بفضل المخطط الاستراتيجي للتطوير لدليل جدي على صدق إرادة السلطات العمومية في خدمة هذه المدينة العريقة التي عدت على مر العصور إحدى أجمل حواضر البحر المتوسط، إن لم نقل أجملها على الإطلاق. إن الجزائر العاصمة بدأت تتنفس السعداء بما ينبئ بعودتها إلى سابق عهدها بل وأحسن. ولا شك أن ذلك لم يتأتى من فراغ، بل بفضل جهود كل من أشرفوا على شؤون إدارة العاصمة على جميع المستويات، وبفضل انخراط جهود مواطنيها ضمن أهداف هذا العمل الجبار. وإنني لأرجو سابقا عاقد العزم على مواصلة هذه الجهود بتفاني ودون هوادة، وبمعيتكم جميعا وبسند منكم متين من أجل الوصول بهذه الجهود إلى مقتضاها المنشود. إن الجزائر العاصمة موطن ومرقد عالم عصره العارف بالله العابد الزاهد سيدي عبد الرحمن الثعالبي طيب الله ثراه، بهجتنا جميعا ومهجتنا ودرة عقدنا الثمين التي لا يجب أن نفرط فيها أبدا. ألا في سبيل خدمتها كما خدمها سيدي عبد الرحمن فليتنافس المتنافسون. سيداتي الفضليات، سادتي الأفاضل، أيها الحضور الكريم، إنني إذ أطريت في وصف محاسن الجزائر وتاقت مهجتي إلى تذكر نابغتها وعالمها الأكبر بدون منازع سيدي عبد الرحمن الثعالبي، فلكي أحث نفسي وأحثكم على خدمة الجزائر بحب صافي وتجرد خالص كما خدمها هذا العالم الجليل، وكأني بي في هذه الأثناء ينادينا من مقامه الزكي وروضته الندية أن هلموا إلى المحروسة فاخدموها كما خدمها أسلافكم، وكأني به يبث فينا روحه الفيارة ويشد على أيادينا ونحن نمر بهذه المحنة العابرة بإذن الله، مرددا على مسامعنا قوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ومذكرا ومنكرا
المعطيات سادة الأفاق. أيها الحضور الكريم، أود بهذه المناسبة الكريمة التي تجمعني وإياكم أن أؤكد لكم أنني سأواصل بكل ما أملك من عزم وإرادة وتصميم مسيرة التنمية التي شرع فيها على مستوى الولاية، لا سيما المندرجة منها في إطار المخطط الاستراتيجي للجزائر العاصمة، وذلك انطلاقا من تمسكي بالمبادئ الأساسية التي تحكم استمرارية الإدارة وديمومة المرفق العام، كما سأسعى جاهدا بكل قواي لخدمة ساكنة الولاية، مسخرا كل الإمكانات والقدرات المتاحة بعقلانية ورشادة وانضباط في سبيل ترقية الخدمة العمومية وتحسين أداء المرافق العامة، ذلك أن هذه المرافق العامة مهما بلغت درجة كفاءتها وجودتها فإن للمواطنين الحق في الحصول على خدمة عمومية أكثر جودة وأقرب منها. إن الجودة والجوارية يجب أن تصبح حقيقة لا مجرد شعار. إن للمواطنين الحق في أن يتمتعوا بخدمات في مستوى التطلعات، ويجب الانتقال من وضع الإدارة العمومية الحاكمة الذي عفى عليه الزمن إلى وضع الإدارة العمومية الخادمة. كما سأسعى بحرص وإصرار في سبيل ذلك دون كلل أو ملل، وإنني هاهنا لا أدعي العصمة أو القدرة على فعل كل شيء بمفردي، بل معكم ومن خلالكم وبعونكم ومعونتكم. إن كبرى الإنجازات وجلائل الأعمال ليست ثمرة إمكانات مادية فحسب، ولا نتاج جهود أحادية لأفراد بعينهم مهما ارتقوا في سلم والنبوء، بل على العكس من ذلك تماما، إنها محصلة جهود جماعية متسقة متقنة وعلى درجة عالية من دقة التنظيم، يتم بلوغها بدافع من روح المثابرة والعزيمة والتصميم وصدق الإرادة. إنها باختصار ثمرة العمل كفريق. هذه إخواني أخواتي بعض معالم خارطة الطريق التي أود أن نسلكها سويا، وإنني في سبيل تحقيق هذه الأهداف الجماعية أؤكد مبدئيا على ثقتي للجميع، وأتوسم الخير كل الخير فيكم فردا فردا، نساء ورجال في مختلف مواقع ومراتب الإدارة على مستوى هذه الولاية الزاخرة بالطاقات والكفاءات، وأرجو أن ننخرط كلنا في هذا المسعى وأن نلتزم سويا بتحقيق هذه الغايات. سيداتي الفضليات، سادتي الأفاضل، أيها الحضور الكريم، أود أن أختتم هذه السانحة كي أدعو جميع المنتخبين على مستوى البرلمان وغرفته وكذا على مستوى الولاية، وأعني بهم أعضاء مجلس الشعب البلادي وأعضاء المجالس الشعبية البلدية على حد سواء، وكذا كل موظفي وعمال البلديات، وكذا مديري ومستخدمي وعمال المؤسسات العمومية المحلية، إلى أن نعمل سويا كل في موقع عمله وبالتضامن والتآزر والتكامل فيما بيننا من أجل خدمة ساكنة الولاية بمختلف بلدياتها وأحيائها، وعدم ادخار أي جهد في سبيل الارتقاء بظروف معيشة المواطنين والبقاء في حالة استماع دائم لانشغالاتهم، وبذل كل الجهود وتجنيد كل الوسائل للتكفل بها. كما أدعو كذلك ممثلي المجتمع المدني بكافة أطيافه من جمعيات ومنظمات إلى مرافقتنا والتنسيق مع مصالحنا وعدم التردد في إبلاغ صوت المواطن إلينا، وسنعدهم من جهتنا بأن مصالحنا على أهبة الاستعداد لدراستها والتكفل بها في إطار ما يكفله القانون. إننا على مستوى مواقعنا في خدمة المواطن ورهن طلباته، غير أن هذه المهام والمسؤوليات لا يمكن لنا أن نؤديها بالشكل المطلوب إلا بتكاتف جهودنا وتضافرها مع بقية الفاعلين الآخرين
وكوسيلة هامة من وسائل تقريب الإدارة من المواطنين، والمرآة العاكسة لانشغالات وتطلعات المواطنين. ومن هذا المنطلق فإنني أدعو شركائنا الإعلاميين عبر مختلف الوسائل المكتوبة والمسموعة والمرئية للتواصل والتفاعل الإيجابي معنا، وأعدهم سابقا بأن أبواب مصالحنا مشرعة على مصراعيها لاستقبالهم وتزويدهم بكافة المعلومات والبيانات ذات الصلة باهتمامات وانشغالات ساكنة العاصمة. ومن جهتنا سنتحرى على مستوى الإدارة الشفافية ونعول كل التعويد على الموضوعية والمشروعية والمصداقية في كل أنشطتنا وتصرفاتنا. بل وأصدق شركائنا في الإعلام القول بأنهم سيكونون بمثابة صورتنا أمام المواطن وأهم الوسائط التي ترغبنا بها. ومن جهة أخرى تختلف هذه الفرصة ومن هذا المنبر أن أثمن الدور الريادي التي تطلع به الهيئات الأمنية بمختلف أسلافها وأصناف ممتسليها في مرافقة السلطات العمومية، فضلاً عن مهامها الطبيعية ذات الصلة على وجه الخصوص بحفظ الأمن وحماية الأشخاص والممتلكات والمواطنين، وتعقب ومكافحة سلوك الجريمة ومختلف الآفات الاجتماعية والوقاية منها. وهي مهمة تتطلب منا كإدارة كل التعليمات والمعنوي لهذه الذات. كما لا يفوتني بهذه المناسبة أن أؤكد على الدور الاقتصادي الهام الذي يجب أن يطلع به الاستثمار المنتج والخالق للقيمة المضافة. ففي هذا الصدد وعلى اعتبار أن مناطق هي سياسة تنموية وغايتها هي بالذات خلق هذه القيمة المضافة، بل يهدف في نهاية المطاف إلى تحسين ظروف حياة الساكنة وتوفير مناصب الشغل. فسأعمل دون هواجس من خلال اللجنة الولائية المختصة وبإطلاق كل المبادرات من أجل تهيئة المناخ الملائم الكفيل بالوصول إلى تعبئة شاملة للقدرات والطاقات الاستثمارية التي تتوفر عليها البلاد. أخيرا وليس آخرا وقبل أن أختتم كلمتي هذه، أتوجه مرة أخرى باسمي وباسمكم جميعا بكلمة شكر جد وخاصة وبشعور سابق في حق والي الولاية السابق السيد عبد القادر زور عميد ولاة الجمهورية، الذي قضى أكثر من ثلثي عمره وأفنى زهرة شبابه في خدمة الإدارة الإقليمية الجزائرية، جاب فيها تقريبا معظم مناطق وربوع الوطن، حيث لم يدخل طيلة هذه المسيرة الحافلة بالعطاء بجهده ووقته وحسن تدبيره في سبيل الرقي لكل الولايات التي أشرف على تسيير شؤونها. ولا تزال المنجزات التي حققها شاهدة على ذلك، كما لا تزال آثاره ومآثره سواء على مستوى الجزائر العاصمة أو باقي الولايات التي مر بها شاهدة للعيان لا ينكرها إلا جاحد أو مكابر. لقد استرجعت الجزائر العاصمة بالفعل تحت إدارة السيد عبد القادر زوخ رونقها وبهاءها بفضل عشرات المشاريع المنجز منها والجاري إنجازها بذوق راقي وحس جمالي رفيع. بل وقد أصبحت بعض المشاريع أو التحف المنجزة خلال فترته بمثابة إيجاب وجواهر الحسام ترصع جبين الجزائر العاصمة بالضبط. ولذلك كله سيداتي الفضليات سادتي الأفاضل أيها الحضور الكريم، أجدد التعبير للسيد عبد القادر زوخ مرة أخرى أصالة عن نفسي ونيابة عنكم وبمنتهى الصدق عن أسمى وأحرص عبارات التقدير والامتنان والعرفان. فشكرا لكم سيدي وألف شكر، ودمتم دخل لهذا الوطن المفتى أينما حللتم أو ارتحلتم. وبارك الله فيكم وأزر لكم بالثواب، وأتمنى لكم حياة سعيدة مليئة طاقة.
صافحة بكل العافية والصحة والهناء. شكرا على حسن إصغائكم. المجلس